زين طلاب، ناخذ فد اكزامبل محاضرتنا لهذا اليوم. ناخذ اكزامبل على مود نفتهم المحاضره السابقه مال تيربلنت فلو، شلون نشغل نشغل المعادلات. فاكزامبل واحد، ووتر اند 20 درجه مئويه تمبرتشر فلو ان سموث بايب. هاي حكايه مهمه، سموث بايب. زين، if the flow rate is 320 لتر بير مينت، هذا كيو عندنا. زين، the diameter 75 مليمتر، عدي الدي. فاذا ايش عندي معلومات هسه؟ سموث بايب، عندي كيو، عندي الدي. شيلي كالكوليت باور نيد تو تشارج ان 1000 متر بايب لونج. هاي كالكوليت ذا باور نيد تو تشارج ان 1000 متر بايب لونج. طول عدي. اذا ايش تريد؟ الباور، الباور مال المضخه. الباور شلون احصله؟ قانون مالته جاما كيو اتش، يا اتش اتش اف. اوكي زين، ومرات بالواقع هاي بعدين هسه احنا ما مطلوبه، تقسمها على الكفاءه. الكفاءه تتراوح من 0.6 الى 0.7. فهسه هاي بالواقع، اي هسه احنا ما نريد واقع، هسه بالنظري. فجاما كيو اتش، جاما عندي مال مي هو ووتر مو ووتر، فاذا 9.8. كيو عندي اتش اف، اتش اف تساوي؟ اتش اف تساوي اف ال اوفر دي في سكوير على 2 جي. زين، ما طول دايمتر وكيو اقدر اطلع فيه جي عندي. الطول هو مطيني اياه، الدايمتر هو مطيني، ايش يبقى عندي؟ يطلع عندي الاف، لازم على مود اطلع الاتش. الاف شلون اطلعها؟ لازم رينولد، رينولد يساوي في دي اوفر نيو. في عندي، دي عندي، نيو عندي، اطلع رينولد وبعدين احله من مودي دايجرام او اذا قوانين عندي. اوكي فنبلش حل، خلينا نكمل السؤال دقيقه. فهسه الباور هذا طلعناه، باور نيد تو تشارج ان 1000 بايب، 1000 متر بايب لونج. اند شير ستريس، شير يعني تاو، ان ذا وول، يعني شنو؟ اوف بايب، يعني تاو نوت يريد. اند ات 25 مليمتر فروم ذا وول، يعني ما طول فروم ذا، يعني واي 25، واي تساوي 25، اذا تاو ابو ال 25 نسميها. also بعد شو يريد؟ شير فيلوسيتي، شلون شنو هاي شير فيلوسيتي؟ هذه الفي ام ستار. اند فيلوسيتي هذا 25 ملم، ايش قد بي طلبات؟ في على 25، اذا معناته لازم شو اطلع؟ اطلع الفيلوسيتي ديستريبيوشن واطلع على بعد 25 from the wall طبعا of pipe. and thickness هاي بعد همينه، هذا غير سؤال. and the thickness of boundary layer، يعني شنو دلتا؟ اي اوكي خلينا نحل طلاب شوينا شوينا. التي هاي مرات انا اعطيكم، او اذا ما عندكم لازم اكو جدول بالكتاب بالدرجة حرارة تطلع من عنده النيو والميو والرو. فهنا هسه نحتاج بس النيو، النيو طلعناها 1.03 × 10⁶. شنو وحداتها؟ متر سكوير على السكند. زين هسه نحل، هسه خلينا نحل هذا وبعدين نحل هذولاك هم التاو. هسه ايش قلنا؟ قلنا الكيو عندي، الكيو اني ها بغير وحدات لتر بير مينت، فايش لازم شو اسوي له؟
احوله. ف 320 لتر بير منت، لازم شو احوله؟ لازم متر مكعب بير سكند، فاسوي المتر مكعب فوق واللتر جوا، كل واحد متر مكعب 1000 لتر، فهذا اللتر ويا هذا اللتر يروح، تبقى المتر مكعب. المنت اريد سكند لي جوا، فكل واحد منت 60 سكند، منت تروح ويا المنت فتبقى السكند، اذا متر مكعب بير سكند. اضرب في هذا في هذا تطلع عندي الكيو هالقد 0.005 متر مكعب بير سكند. زين، هذا الكيو طلعته، هذا الكيو طلعته هنا. شو احتاج؟ احتاج الفي، الفي كيو على الاريا، الكيو الاريا باي دي سكوير على 4، ال 4 تصعد لي فوق، فنقول 4 في الكيو هذا. اوكي، هسه هذا الكيو هو هذا نفس الكيو على باي. الدي ايش قد هنا؟ الدي الدي 75 ملي متر، قسمها على 1000 على مد الصير متر، فهصير 0.075 هذا صار متر الكل سكوير، فطلعت عندي الفي ايش قد؟ طلعت عندي الفي 1.2 متر بير سكند. خوش، زين، هسه هاي الفي طلعناها. فش قلنا؟ قلنا على مود اطلع الاف لازم عندي رينولد، فهسه شو اسوي؟ اطلع الرينولد، رينولد في دي اوفر نيو. الفي هسه طلعتها 1.2، هياتها 1.2، الدي هو 75 تقسيم 1000 يعني 0.075، النيو طلعتها من جدول 1.003 في 10 ناقص 6، طلع عندي الرينولد ايش قد؟ 90265. اذا اكبر من 4000، اذا تيربلنت، تيربلنت. فاحنا ايش اخذنا احنا المحاضره السابقه؟ كله تيربلنت فلو. زين، مطيني بالسؤال سموث، اوكي، فمطيني سموث. زين، هسه حلاحظ في الشغله هنا 90000 اقل من 100000، انا عندي معادله بدايه الكورس حافظها، شنو هي؟ يقول لي اذا سموث، اذا سموث واذا اقل من 100000 الرينولد، اقدر استخدم اف تساوي 0.316 على رينولد اس ربع. واضح؟ حلو، انا هاي حافظها من بدايه الكورس. اذا ما اذا طال لا طالعه اكثر من 100000، شروح اروح على المعادلات احلها او على مودي دايجرام، ويجوز اسوي ترايل اند ايرور لحد ما اطلع. بس هنا للسهوله طلعت جوا جوا ال 100000، فاذا اف تساوي 0.316 على رينولد اس ربع، 0.316 على رينولد هي 90265 اس ربع، طلعت اف عندي ايش قد؟ اف 0.018. شوف، لا رايح للمعادلات ومخمنين مثلا اول اسيوم 0.02 كان باول ران يطلع، ليش؟ لان هسه هاي 0.018 يعني قريب ال 0.02. واضح طلاب؟ زين، هسه طلعنا الاف، ايش باقي؟ الفي طلعنا، ال عندنا، دي عندنا، الاف طلعنا، اقدر اطلع الاتش اف. هسه شحل، حل الاتش اف على مود اطلع الباور. فا اتش اف ايش تساوي؟ اف طلعتها 0.18، ال انا مطي بالسؤال 1000 متر، الدي هو 75 ملم يعني 75 تقسيم 1000 تصير 0.075، الفي انا طلعته 1.2 سكوير، 2 جي طلعته، اذا طلع عندي الاتش اف ايش قد؟ 18 متر فقدان بالطاقة، عندي فقدان بالطاقة 18 متر. فمن احسب الباور اللي احتاجه لازم شلون نقول اعطي قوة مقابل هذه الفقدان. فقانون الباور جاما اتش جاما كيو اتش اف. زين، الكيو الجاما مال المي هي 9.8، الكيو هنا أنا لازم دير بالكم متر مكعب بير سكند ايش قد طلعنا؟ 5.3، 3 في 10 ناقص 3
5.3 في 10 سنوات 3. اتش اف هسه طلعنا 18.07. اذا طلع الباور اللي احتاجه على مود انقل الماي ل 1000 متر يعني 1 كيلومتر تحتاج 0.94 كيلو واط. النتيجه هنا تطلع بالكيلو واط بالباور. اوكي هنا ف 0.94 كيلو واط نشوفه قليل. ليش؟ لان 18 هي قليل، 18 متر فقدان توصل 40 متر 50 متر مثلا فقدانات، بس هاي طلعت 18. اذا باور 0.94 كيلو واط. هذا خلصنا الجزء الاول. بعد شي يريد خلصنا واحد الباور نيد تو ديسشارج الف اند شير ستريس ان ذا وول. هسه هاي اثنين خلينا نشوف. ايه عندي قانون، قانون مال تاو نوت، تاو نوت اف رو في سكوير على 8. اوكي هذا حافظه اني، هذا لازم اف اني مطلعها 0.18. الرو مال المي الف، الف كيلوغرام على المتر المكعب. الفي اني مطلعها 1.2 سكوير على 8، فطلع عندي التاو نوت 3.3 باسكال. اوكي هاي طلعت الجزء الثاني شير ستريس ات ذا وول. زين بعد جدي يقول لي ات 25 ملم فروم ذا وول. هاي 3 سنقول هاي هذه واحد وهذه اثنين هسه 3 اقدر بسهوله احلها باي تراينجولر. فاقول بما انه تراينجولر وديليد على مسافه معينه وهي يعني هيك دي يصير، فهذه تاو نوت وهنا تاو على بعد خلينا نقول 25 وهنا الار وهنا سمول ار، عفوا سمول ار. فاقول تاو على تاو نوت مثل سمول ار على كابيتال ار، تاو على تاو نوت مثل ار سمول على كابيتال ار، وتساوي تاو يساوي تاو نوت ار على كابيتال ار. زين هسه تاو ات 25، تاو نوت ايش قد؟ 3.3 طلعناه هذا. سمول ار زين هسه شوف هنا شي يريد ات يريد 25 ملم فروم ذا وول. فروم ذا وول يعني واي. زين هسه شنو نقول؟ قانون مالتي كابيتال ار، ار زائد واي. هنا الواي دا يريده 25 بس انا احتاج ار. كابيتال ار ايش قد؟ نص ال 75 نصها مو نصف القطر، فنقول نصف الدايمتر. اذا 75 على 2 ناقص 25 يساوي ار. 75 نصها ايش قد؟ 70. 75 تقسيم 2 37.5 ناقص 25 تطلع عندي ار يساوي 12.5. اذا اكتب هنا 12.5 شوف طلعتها على كابيتال ار ايش قد؟ 37.5 او 75 على 2. فاذا تاو ات 25 فروم ذا وول يساوي 1.1 باسكال. وعلى مود اتاكد من الحل مالتي صحيح انه التاو تنزل لحد ما يوصل للصفر، فهنا ايش قد طلعت؟ هنا طلعت 3.3، فهاي التاو اجباري تصير اقل من هذا، فايش قد صارت؟ 1.1. اذا شغلي صحيح، يعني ما يصير تطلع رقم اعلى من هذا، لازم هذا رقم اقل من هذا لان دي تنزل انت. زين هذه حليناها. بعد شي يريد 3 تاو فروم ذا وول يريد 4 شير فيلوسيتي. شير فيلوسيتي سهل، قانونه شنو؟
جذر تاو نوت عرو. فالشيء هذا أربعة. في شير فيلوسيتي في ستار يساوي جذر تاو نوت عرو. تاو نوت أنا مطلع عرو عارفه. تاو نوت إيش قد 3.3 جذر 3.3 على ألف طلعت الفي ستار وطلعت طبعا هي قريب الصفر. إحنا قلنا وهي مو صفر بس قريب الصفر. الفي على الجدار مو قلنا الفي على الجدار قريب الصفر فاحنا نقول قريب الصفر بس مو صفر هي. فشوفوا 0.05 متر بير سكند يعني كلش قليلة قريب الصفر اعتبرها. زين هذا في ستار بعد اند فيلوسيتي هاي 4 شيل فيلوسيتي اند فيلوسيتي 5 at 25 ملم from the wall يعني y 25. هذا سؤال طويل جيب لي اياكم بالفاينل دير بالكم عليه. زين هسه دي يريد v at 25 ملم فلازم اطلع البروفايل مالتي. البروفايل مالتي لازم من يطلع من هاي المعادله مال شنو مال سموث مال سموث بايب. في ار على في ستار يساوي 2.5 لين هنا قلنا الاختلاف. واي في ستار على نيو زاد 5.5. هذول كل لهنا مشابهات مال بايبين مال سموث والبايب. وين الاختلاف؟ اختلاف هنا وهنا فهاي لازم تحفظها للسموث. ففي ار يعني على اي نقطة يساوي في ستار 2.5 لين واي في ستار على نيو زاد 5.5. في ار يساوي في ستار هسه طلعتها 2.05 لين الواي هو دي يريده 25 ملم اذا اقول 25 تقسيم الف لازم كلها بالمتر ما احنا ما عندنا شغل بالمليمتر النتيجه تطلعها بالمليمتر لصغرها ف 25 تقسيم الف يصير 25 في 10 ناقص الف. الفي ستار انا هسه هم مطلعها اوكي اي واحد هم ينتبه لا مطيكم هم خوص سؤال يصير لا اعطيكم كل المعلومات بس اقول لك طلع لي في ستار فايش حيصير عندك في ستار يمنى تساوي اليسرى فلازم تفرض وترجع تفرض وترجع اوكي هم يصبح سؤال. اذا لين واي في في ستار على نيو انا مطلعه 1 في 10 ناقص 6 زائد 5.5 اذا في اد 25 تساوي 1.3 متر بير سكند. اوكي هذا طلعناها الفي ار ات 25 ملم. واخر مطلب اخر مطلب اند ذا ثيكنس اوف ذا باوندري لاير هذا المطلب السادس ثيكنس اوف ذا باوندري لاير الدلتا. الدلتا شنو قانونها؟ عندنا 1.6 نيو على في ستار. نيو عندي وفي ستار عندي راسا اقدر اطلع الدلتا شوفوا ف 11.6 في النيو انا مطلعها الفي ستار انا مطلع 0.058 هذا 0.058 هذا 0.058 اذا الدلتا مال باوندري لاير ايش تساوي 2 في 10 ناقص 4 متر طبعا هذا رقم يعني ما معروف فنحول المتر الى مليمتر اقسم على اضرب في الف فصير ايش عندي 0.2 مليمتر اذا الباوندري لاير مال هذا الشي يسموها 0.2 مليمتر الباوندري لاير يعني هذه الباوندري لاير هذه ارتفاعها 0.2 مليمتر اوكي طلع زين